السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلام على الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على أصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوته الكرام مع السنة والشعب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. قال الإمام الخلال رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. آمين. قال في كتاب السنة وما زلنا مع الجمع الكلام في الإيمان، قال رحمه الله أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني، قال حدثنا إسحاق يعني ابن رهوية، قال حدثنا مؤمر بن إسماعيل، قال حدثنا سفيان الثوري، قال حدثنا عباد، قال قلت لأبي حنيفة رحمه الله: يا أبا حنيفة، رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي بخراسان، أمؤمن هم؟ أعوذ بالله. قال نعم. قال مؤمل، قال الثوري: أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستيقن أنها الكعبة المنصوبة في الحرم. قال وقلت: رجل قال أنا أعلم أن محمد النبي وهو رسول، ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بمدينة من قريش صلى الله عليه وسلم أو محمد آخر، مؤمن هو؟ قال نعم هو مؤمن. قال مؤمل، ده مين اللي قال؟ مين اللي قال ذلك؟ هذا كلام أبي حنيفة؟ هل تقول نعم هذا كلام أبي حنيفة؟ نعم. ها؟ نعم. كل هذا لم يثبت. قال نعم هو مؤمن. قال مؤمل، قال سفيان: هو عند الله من الكافرين. هذا في رجل متروك. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، قال حدثنا خالد بن حيان، قال أخبرنا أبو بكر. الإسناد الذي مضى فيه عباد بن كثير، وهذا من من من, من المتروكين، فالإسناد باطل، وهذا من ضمن ما نقل في كتاب عبد بن أحمد السنة لعبد بن أحمد، وهذا صراحة كثير منه كثير موجود وهو لا يصح بحال من الأحوال. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، قال حدثنا ابن حنبل، قال حدثنا خالد بن حيان، قال أخبرنا أبو بكر المرضي، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا خالد بن حيان، قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي، قال قدم علينا سالم الأفطس، قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه، فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا، وكان أشدهم نفارا ميمون بن مهران وعبد الكريم ابن مالك الجزري. قال: فأما عبد الكريم فإنه عهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. الله. قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابه. نعم. فإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال: فسمعته يقول هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففا كذبوا، قال: قلت له: إن لنا إليك حاجة فأخلنا. قال: ففعل، فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، فقال: أوليس الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فالصلاة والزكاة من الدين. فقلت له: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال: أوليس قال الله عز وجل فيما أنزل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ فقلت: إنهم قد انتحلوك. قال: وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر. عمر بن ذر، نعم، الهمداني وذر الكوفي، هو ثقة لكنه من المرجئة. هو أول من قال؟ نعم، هم من المرجئة ذر. فقال: لا والله الذي، هو عمر بن ذر. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا، لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا. شوف، يكذبون على القوم، يقولون هو منا ووافق على قولنا، كما نحن في العصر كما نرى من أهل البدع في هذا الباب، فإن استطاعوا أن يكسبوك بهذا الباب نعم، وإلا شنوا عليك حربا شعواء. قال مرتين أو ثلاثة. قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. قلت: ليس من ذاك. قال: فلما صلينا صلاة العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص، فقال: حاجتك؟ قال: قلت: أخلني من هذا. قال: تنحى يا عمر. قال: فذكرت له بدوء قولهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: فقلت له: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. أعوذ بالله. قال: فنثر يده من يدي، ثم قال: من فعل هذا فهو كافر. قال معقل: ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان الله، أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: ثم لقيت الحكم بن عطيبة فقلت: إن ميمون وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قبلهم، فقبلت قبلهم. قال: فقبل ذلك علي عبد الكريم وميمون؟ قلت: لا. قال: دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض. فقالوا: يا أبا محمد، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء حبشية فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعث من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. قال: فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني. قال: ما عقلت مجالسك إلى من نحلت القول أنحلوا نحلا نسبة إليه، نسبوا إليه، نحلته القول أنحلوا نحلا، أي ادعيته، يعني الدعوة أنه يقول بهذا القول. نعم. قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن هرام فقيل له: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقرأ أو قرأت: إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال: ذلكم جبريل عليه السلام، والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. الله أكبر. دلوقتي هذا الإسناد فيه ضعف يعني، لكن فيه مسائل عظيمة جدا. من أولا المرجئة أو كاذب المرجئة، وأنهم يدعون أن الناس يقولون بقولهم ويدخلون على بعض العلماء الذين لهم وجاهة عند الناس وعندهم مكانة في قلوب الناس فيتكلمون معهم وبكلام طبعا هامشي، والشيطان يلعب في رؤوسهم فيأتون بالمتشابه أو الاحتمالات من أجل أن يجروا منه قولا يأخذون منه أنه وافق على قوله وإن لم يكن منهم، فيقولون ويخرجون من عندي على ذلك، على هذا القول. وهذه كما تعلمون بأنها فرية عظيمة جدا يستخدمونها، كما فعل يعني عمر بن ذر المرجئ عندما دخل على من دخل معقل على عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح، وقالوا بأن هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبعد ذلك أيضا من مهران. كل ذلك من أحوالهم للمرجئة، يفعلون ذلك، يدلسون على الناس، يشبهون عليهم، وأيضا يدخلون على العلماء يقولون بقولنا، فإذا نفى وبين ذلك شنوا عليه الحرب، هذا أحالهم. والآن أهل البدع يفعلون ذلك معنا، نفس الأمر كالحددية بهذه الطريقة، عندما فرحوا جدا عندما قلنا أنتم على ثغر ففرحوا جدا، وبعد ذلك يشنون حربا شعواء علينا وعلى أهل السنة والجماعة وغير ذلك. هم ليسوا لهم من أهل السنة ولهم الخوارج ولهم من المعتزلة، هم خليط هجين من كل بدعة أخذوها، وهم لا يتقنون علما ويقولون نتمسك بالسلف، وما عندهم حتى سلف يتمسكون به، ويكذبون. أنتم رأيتم الولد كان قابع في الدرس بدل ما يتعلم وهو جاهل من أجهل الجاهلين، يأخذ يقص الكلام قصا لما يريد، قصا للمراد، من أجل أن ينشر ذلك بين الناس أن هذا قول الرجل ورجل قال بذلك، وهو يتهم البخاري، يتهم الشافعي، يتهم أحمد. هذا دأبهم، أهل البدع يفعلون ذلك ويكيدون، ولكن الله لا يوفقهم، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. الأمر الثاني أنهم كانوا يحجونهم بآيات، منها قول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقالوا بأن هذه الآية عليهم أصلا، الآية عليهم أصلا، وهو قد يعني احتج بها، لأنه يقول أنه قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن العبادة الصلاة والزكاة والصوم، وهذه من الدين. مالك بن نوير كان قد ارتد، مالك بن نوير ارتد، قتله خالد مرتدا. فأقول إخوتي الكرام، أيضا حجوهم في قول تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قالوا: أنتم تقولون بأن الصلاة ليست من الإيمان، الزكاة ليست إنها من الإيمان. العموم قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا الآية تدخل في هذا الباب: وما كان الله يضيع إيمانكم. ثم قال لهم: أنتم تقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما شأن واحد. فقال الله تعالى: عليكم السلام وبركاته جميعا، الله يحسن الله عليك. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ويزداد الذين اهتدوا هدى. ولذلك يعني بين لهم ان 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 السر في ذلك ان الايمان يزيد وينقص، ان تقول لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المبتدعه الذين لا يرون ان الطاعه تؤثر ولا ان المعصيه تؤثر. قالوا: كما ان الطاعه في الكفر لا تؤثر، فان المعصيه في الايمان لا تؤثر. نعوذ بالله من هذا الخبث والشيطنه. ولذلك المرجئه اشد خطرا على الامه من الخوارج،
وأيضا احتجوا عليهم بقول النساء أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصموا من دماءهم إلا بحقها. الشاهد هنا إلا بحقها. جاء التفسير في رواية أخرى عن عمر حقها، قال الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، قال ويقيم الصلاة وأتوا الزكاة، فكان حقها أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، فإذا هذا حق لا إله إلا الله، إذا هي من لا إله إلا الله، هي من لا إله إلا الله. والزهر هنا رد عليهم أيضا بحديث لا يزني زاني حيزني وهو مؤمن، وين وجه ده في الرد؟ أن لمن ينقص فارتفع كالظل، أهو قال لا يزني زاني حيزني وهو مؤمن، يعني نزع منه الإيمان لأنه يزني، ونزع منه اسم الإيمان طبعا، لكن أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان موجود، فرد عليهم بهذا بهذا. وكما قلنا كان يرد عليهم يقول والله من تحلت هذا القول، هم يقولون بذلك كذبا عليه. ثم المرجئة يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أين الله، قال في السماء. أين أنت؟ أرناك دكتور مدحت، أنا ما رأيت تعليق لكن نقل لي هذا التعليق الرائع، أسأل الله أن يجمعني وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن نكون من المخلصين المتحابين في الله. أما أصحاب الأهواء والزيغ والروغان وغير ذلك، هؤلاء الله يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل، أو الفضول أو غير ذلك، الله يهدينا يعني وإياهم إلى سواء السبيل، ونعوذ بالله من سوء الظن بالناس، نعوذ بالله، رضي الله عنكم جميعا. أقول إخوتي الكرام، شوفهم يقولون أنه قل الجريات شهدين أن لا إله إلا الله، نعم تشهدين أن محمد رسول الله، نعم تشهدين أن الحق والجنة حق والنار حق، أنت في الجنة، يعني يقولون بذلك على أساس أنها ليست إيش، ليس الأعمال ليست منها. سبحان ربي العظيم، هي شهادة اعتقادا والأعمال هي أصلا جارية صغيرة حديث السن. وعندنا المحكمات جاء ويقيم صلاة الزكاة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الإخوة الدين علقت بالعمل، علقت بالعمل. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الفوائد المستنبطة، المرجئة قوم فيهم خبث شديد، يعني يكذبون على الدعاة ويتقولون عليهم، يكذبون على الدعاة ويتقولون عليهم. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. المرجئة ترى أن الإيمان شيئا واحدا، يذهب كله ويبقى كله، فعندهم يبقى كله، وأن إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل، ونعوذ بالله من الكفر والكفران والكافرين، ونعوذ بالله من الخبثاء، ونعوذ بالله من قوم انتحلوا مذهبا معينا واعتقدوه، ثم بعد ذلك أخذوا من النصوص ما يلوي عنق النص من أجل أن يعني يعضدوا. نعم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.